تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي وعشاق الرياضة في كل مكان مع برنامجكم ملك وكتابة، الاستثمار بين الاستنفار والاستقرار. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 558 حلقة الخميس من ملك وكتابة، فيها موضوعات كثيرة مهمة، هذه أبرز عناوينها: مقالي ومقاله، الاستثمار بين الاستنفار والاستقرار. في الغربال الأهلي ما يعملش كده، بعظمة لسانه الجدارة والكذب خيبة، الشموع الحمراء وجعفر والي باشا، وفي أسرار الملك طلبة والرحيل المفاجئ، وأخيرا في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة محتوى نتمنى إن شاء الله أن حضراتكم تستمتعوا به. كلام كتير الفترة اللي فاتت عن الأندية الحديثة، عن فرص الاستثمار، عن تأسيس الشركات، فيبقى مقالي ومقاله الاستثمار بين الاستنفار والاستقرار. يا باشمهندس، موجة حقيقية ويعني تحرك نشط جدا لفكرة الاستثمار الرياضي. يمكن ده اللي خلاني فكرت النهاردة زيارة الوفد الخليجي لوزارة الشباب وتحريك استغلال استاد القاهرة بشكل استثماري والبدء بخطوات واقعية في هذا الأمر، وبعدين ربط المشهد الأخراني بأن أكثر من مجموعة خارجية تريد أن تستحوذ على أندية مصرية في إطار يعني الاستثمار فيها. آخر الأخبار طبعا مجموعة زد، وقيل أنها هتستحوذ على FC مصر، وقبل كده طبعا كان في كلام أن المقاصة في طريق ان حد برضه يستثمر فيه، لحد ما طلع برضه الاستاذ محمد عبد السلام واتكلم على هذا الامر بشكل يعني واضح، لدرجه ان هو يعني سئل سؤال: هل بيراميد كان عامل مساعد او عامل رئيسي في رفع كل حاجه، يعني الاسعار والرواتب؟ فكان له رأي ان لا، لان موجة الاستثمار جاية، ده رأيه، وانا قد اتفق مع كل هذه التوجهات، ولكني ارى ان الامر يستوجب الاستنفار والاستقرار، او خليها الاستقرار والاستنفار، لان ما فيش مناخ رياضي، ما فيش مناخ استثماري هينجح الا بالاستقرار في صحيح. كل حاجة صحيح. الرياضة جزء من المشهد العام بتاع الدولة صحيح. استقرار الدولة يعني ضخ استثمارات فيها، يعني الناس تبقى مطمئنة، يعني الناس تبتدي تشهد نهضة اقتصادية حقيقية، يعني الناس تبتدي تستمتع بتضحياتها السابقة وتبتدي تستقبل عوائد الاستقرار. عشان كده احنا تملي مع استقرار الدولة. في نفس المشهد الرياضي الأمر لا ينفصل، استقرار بس مطلوب. يعني هتقولي الله، هو انت مع ناس تيجي تدفع وتعلي الاسعار وبتاع؟ هقول لك ما فيش مشكله خالص، بس بشرط الالتزام بتوجه الاتحاد الدولي والالتزام بمعايير الشفافيه الماليه، اللي هي عباره عن ميزانيه واضحه بتقول فلوسي جايه منين، وتكون هذه الميزانيه بتفي بالالتزامات. يعني ما اقدرش ان انا احط 1,000,000 جنيه وعليها التزامات ب10,000,000 جنيه. الفجوه دي هتتسد ازاي؟ واذا اتسدت منين؟ ده في الحاله اللي انا بتكلم، يعني وضع الضوابط دي تؤدي الى استقرار الاستثمار في الرياضه، واستقرار الاسعار في الرياضه، واستقرار ان الانديه تقدر تنافس.
بخلاف هذا هتبقى فوضى مالية عارمة لن يستفيد منها إلا الوكلاء وبعض الظواهر المؤقتة في المواهب اللي مش هتكمل، حتى نتيجة ان برضو احيانا المال يا استاذ ابراهيم ياخدك في سكك مش موضوعية من لما يكون مفهوش ضوابط يعني. ولهذا انا عايز نحط الضوابط جامد جدا جدا وننطلق باقصى طاقة في الاستثمار الرياضي حفاظا على ايه؟ على تاريخ. انت لو فاكر، وده هتكلمنا فيه انت بقى باذن الله بعد ما اخلص كلامي ده، انت فاكر كان كل مشكلتنا ايه في ملك وكتابه الفتره اللي فاتت في المجلس السابق؟ النظام الاساسي، لائحه النظام الاساسي اللي ما كانتش بتضمن حق الجمعيه العموميه في مراقبه الاستثمار في اسم النادي في كره القدم تحديدا. يعني كنت المفارقه ان كانت مبنيه على انك انت لو عايز تعمل شركه تقدر لازم ترجع للجمعيه العموميه ويبقى في الاغلبيه من حمله الاسهم هي النادي الاهلي. لكن في اداره كره القدم كان الشيء اللي نبهنا وخضنا ان لا، ده كان عايز قرار مجلس اداره بس، ونحى الجمعيه العموميه وشرط ان النادي يبقى له الحصه الاكبر. انا بقول لابد من وضع الضوابط وبعدين ننطلق ونراقب بحسم وحزم كل هذه الإجراءات، وبعد كده يبقى التنافسية في السوق تنافسية مبنية على الشفافية والنزاهة والقدرة الحقيقية في إدارة كرة القدم في كل مؤسسة. طيب الاستنفار بقى إيه؟ للأندية وخصوصا الأندية الشعبية الكبيرة، أهلي زمالك اتحاد مصري إسماعيلي، وقبليهم كان المنصورة والمحلة وبلدية المحلية وأسوان وأسوان طبعاً. كل الأندية اللي هي بتعلق عليها أحلام وطموحات الشارع. المواطنين في هذه يبقى استنفار يعني إيه؟ يعني كل واحد لازم يفكر في بكرة. النادي الأهلي ما استناش، النادي الأهلي عمل شركة، وقبل كده كان عمل الأهلي إنتاج الإعلامي، وقبل كده عمل حزم اقتصادية، استثمر قدر يعلي الإيمج بتاعه ويقدر يجيب من الرعاية ومن البث التلفزيوني أرقام تستطيع النهاردة أنها تفي بالتزاماته، لكن محتاج أنه لا يهدأ ولا تقف، وبكرة بكرة بكرة ويسبق بخطوة. وده اللي بيحاول يعمله النادي الأهلي، وده اللي بدعو كل الأندية الشعبية أنها تعمله. لأن إذا كان الاستثمار الرياضي هيجي على حساب الأندية الشعبية، وخلي بالك أنت لما احنا بنتكلم على المقاصة، ما هو ده نموذج كان استثماري ناجح. صحيح، ما هو استثمار في الرياضة في وضعيته. اف سي مصر، ما هو ده نموذج في الاستثمار الرياضي الناجح. صحيح، فانت برضو بتجيب كيان اكبر يلتهم، كيان كان ناجح، ما كانش يعني كان ماشي، يا ريت كان راح في حتة تانية. يعني لو الاستثمار يبقى فيه تزاوج بين الاندية، تزاوج بقى مش استحواذ، تزاوج بين الاندية الشعبية والاستثمار، كده بنضمن الحسنيين، نضمن النادي يستقر بشعبيته وبأحلام الاستثمار محتاج أندية شعبية، ده وجهة نظري، وطموحات الجماهير، ولكن دون أن يقضي عليها، ويضمن لها التمويل والشفاف، التمويل الشفاف. أرجو أن الناس تاخد بالها من العبارة اللي تبدو أنها يعني فيها سجع لكن فيها حقيقة، الاستمرار الاستثمار بين الاستنفار والاستقرار. ده كلام مهم جدا. الرياضة المصرية ما حققتش هذه الطفرة، والأندية المصرية ما تحركتش لقدام إلا بفعل الاستقرار. استقرار العام في الدولة في الفترة اللي فاتت هي اللي كفلت أولا صدور قانون الرياضة الجديد، ثانيا الأندية المصرية، إحنا النهاردة ثلاث أندية مصرية في الأدوار المتقدمة أو قبل النهائي في دوري الأبطال وفي الكونفدرالية، والإسماعيلي كمان في البطولة العربية. إذن ما كان لهذه الأندية أن تخطو خطوة مهمة للأمام في السنوات الأخيرة إلا بفعل هذا الاستقرار العام في الدولة. كمان قانون الرياضة الجديد 71 ل 2017 ما كان ليصدر ويحقق كل هذه الطموحات ويلبي كل هذه الرغبات في الاستثمار الرياضي الجديد إلا نتيجة مباشرة لحالة الاستقرار العام في الدولة. مناخ الاستثمار الجاذب للرياضة المصرية جاي على هذه الأرضية المستقرة هنا في ملك وكتابة. المهندس عدلي أشار لنقطة لعلها من المفيد إن احنا نفكر بيها، لأنه النادي الأهلي لما أعلن في الأيام الأخيرة عن تأسيس ثلاث شركات مهمة، شركات مساهمة، إحداها شركة الأهلي لكرة القدم، وده كان حجر الزاوية لبرنامج ملك وكتابة في اختلاف
بدل الكثيرين انه خلاف عنيف شويه في وجهات النظر مع مجلس الاداره السابق وليه كل التقدير، لكن كان الخلاف وقتها خلاف جوهري بتتضح اسبابه ونتائجه هذه الايام، لان وقتها لائحه او مشروع لائحه النظام الاساسي اللي كان معروض للجمعيه العموميه واللي طلب من مالك وكتابه انه يعمل حوار مجتمعي حواليه، لاحظنا ساعتها في ماده صريحه وواضحه جدا بتقول ان المجلس الاداره الحق في انشاء شركه لكره القدم وطرح اسهمها في البورصه فقط. جه في ماده ثانيه بعديها بشويه لمجلس الاداره الحق في انشاء شركه او شركات لبيع الملابس الرياضيه، وخلاها شرط مقيد بقى بشرط الحصول على موافقه الجمعيه العموميه وامتلاك النادي ل 52% من اسهم هذه الشركه. يعني لما اجي ابيع شورت وفانيلا وادوات رياضيه ارجع للجمعيه العموميه واحتفظ للنادي باكثر من 50% من قيمه هذه الاسهم. بينما كانت فكره بيع شركه كره القدم وطرح اسهمها في البورصه بدا الامر وكانه مفتوح ومطلوق ومتاح. هنا كان تخوفنا وهنا كانت وجهه النظر اللي اعتقد حضراتكم فاكرين تفاصيلها. فكانت النتيجه انه مجلس الاداره الحالي لما عمل مشروع لائحه النظام الاساسي تنبه الى هذه المساله، اهتم جدا انه ما من شركه تنشا في النادي الا الحصول على موافقه الجمعيه العموميه وامتلاك النادي لاكثر من نصف اكثر من 50% من اسهمه. ده كان بسبب هذا الحراك على الاقل وابداء وجهات النظر القانونيه المهمه الحريصه على النادي، لكن لا كان خلاف مع اشخاص، فقط كان خلاف على افكار، والهدف المباشر كان مصلحه النادي الاهلي. وقتها اتقال وقتها اتقال اصل في مش عارف مين عايز يشتري كره القدم في الاهلي ومين عايز يستثمر، بعض الحاجات بتتضح دلوقتي للعامه، لكن كان المهم انه النادي الاهلي سباق دايما. لما الناس اتكلمت في الفتره الاخيره بموجب قانون 71 ل 2017 اللي فتح نوافذ كتيره في الاستثمار الرياضي وادى الانديه الحق في استغلال القيم التسويقيه بتاعتها وعلاماتها التجاريه، كانت النتيجه انه مجلس الاداره طلع بسرعه بمهمته ومسؤولياته في تاسيس ثلاث شركات. دي القوه بتاعت النادي الاهلي اللي ميزانيته تعدت ل 2 مليار. بقيه الكيانات الشعبيه هو ده اللي اشار اليه المهندس عدلي. هي ديت اللي محتاجه السوق يبقى فيه ضوابط، اليات كتيره تتفعل، الحفاظ على الحقوق العامه وهذه الكيانات الجماهيريه. يعني احب ان انا يعني بس ايه استكمل لاني كنت حنسى الحقيقه حاجه مهمه جدا من ضمن الحاجات. يعني في انديه بدات تنفذ فكر استثماري وهي مش انديه انشئت كشركات. يعني لما شوف تجربه نادي سموحه، سموحه لم يكن نادي كره قدم لكن جاء على راسه رجل اعمال فكر في نادي سموحه، طوره، عمل اهتمام رياضي هائل في كل، عنده فرقه باسكت بتنافس، عنده فرقه كره طايره بتنافس، عنده فرقه هاندبول بتنافس، عنده فريق كره قدم بينافس او يعني بيناكف، خلينا كل الفرق دي لا محسوسه، وفي نفس الوقت نهضه انشائيه هائله. طب الانديه اللي زي دي، وادي دجله نفس القصه، نادي ابتدى وله فروع كبيره بافكار استثماريه لكن في كره القدم وفي العاب اخرى هو نادي استثماري. طب الانديه دي لو ما فيش ضوابط في السوق الفوضى تلتهمها. ايوه الفوضى تلتهمها مع مع بعض الانديه الشعبيه، واخد بالك؟ احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الفكر الاستثماري وفكر تنافسي شريف. بالظبط، ادي كل الناس الحق انها تتنافس، بس كل واحد يبقى عارف اللي قدامه ده اوله ايه واخره ايه. هنا كل واحد هيوفق اوضاعه بقى. اللي عايز يبيع جزء من حصته يبيع، اللي عايز يقول لك لا يا عم ما حدش يجي ناحيتي وانا قادر اقوم لوحدي بما املكه من حقوق. ما فيش نادي ما عندوش حقوق. كل واحد هيفكر كده هيلاقي عنده حقوق، حق الايمج، حق التاريخ، حق الصوره الذهنيه، حق الاسوار، حق المحلات، حق في النادي مثلا الجزيره عنده الجولف وعنده التنس وعنده الباسكت مش ضروري يبقى كله كره قدم، لكن عنده حاجات يقدر يحطها على طاوله المفاوضات وهو بيخش في شراكه او بيستجلب مستثمرين. التنوع ده ممكن يعمل نهضه رياضيه هائله.
ويبقى الدولة فعلا تتفرغ ساعتها لدور الرئيسي في نشر الرياضة للجميع، في نشر ان كل مواطن مصري يستطيع ان يمارس، في نشر في 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 دعم البنية الأساسية بملاعب زي بره. مفيش بارك، مفيش جنينة ما فيهاش ملاعب ممكن انك تنزل من بيتك وتروح تلعب فيها، ويبقى الحكم بتاعك المهندس اللي جنبك والمدرب بتاعك الدكتور اللي جنبك. الدنيا قائمة في نشر رياضة على هذا الاعتبار. فاحنا نتمنى نوصل في يوم من الايام لكده، بس الحماية لن تأتي الا بالشفافية وبتطبيق المعايير اللي بيطلبها الاتحاد الدولي، وده اللي كمان اللي مطلوب في مجال كرة القدم باعتباره المجال الشعبي المؤثر. الكيانات المستثمرة من حقها تتداخل، من حقها تتشارك، من حقها تشتغل في الكورة، لكن من حق الأندية الجماهيرية الشعبية الحفاظ على حقوقها، على إمكانياتها وفقا لضوابط فعاليات السوق مؤكد. قانون اللعب المالي النظيف دي مسألة دولية متعارف عليها، لعله من حسن الطالع انه هذا التحول الكبير اللي حاصل والنوافذ اللي بتتفتح دلوقتي في مجال الاستثمار الرياضي جاي في وقت وزير الشباب والرياضة واحد من النابهين المهتمين بهذا المجال، وعلى رأس اتحاد الكرة ولجنته الخماسية رجل مصرفي مهم جدا الأستاذ عمرو الجنايني. فبالتالي الحفاظ على حقوق الأندية الجماهيرية، الحفاظ على المنافسة النظيفة الشريفة الشفافة في الوسط الرياضي والوسط الكرة وبالتحديد، محتاج لتفعيل قواعد اللعب المالي النظيف ووضع آليات وضوابط كافية. وبمناسبة الاستثمار فاصل. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل في الغربال الأهلي ما يعملش كده.